بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى في الفيرجن اللي بعديه RSTP Rapid Spanning Tree Protocol، وده برضو بنسميه على فكرة اللي هو STP Version 2. يبقى احنا اخدنا الكومون ده Version 1، الرابد ده Version 2، لسه في Version 3 هنتكلم عنه المحاضرة الجاية ان شاء الله. تمام؟ ايه حوار بقى الرابد Spanning Tree Protocol؟ STP هو بروتوكول محترم بس التايمرز بتاعته مرعبة. يعني ايه دلوقتي ان الروت سويتش ذات نفسه لو وقع اوصل للكونفرجنز بعد 50 ثانيه، او لو اي تغيير تاني حصل اوصل للكونفرجنز بعد 30 ثانيه. التايمرز دي مرعبه، حتى لو لعبت في التايمرز برضه مش اللي هو تمام. وعشان كده عملوا بروتوكول تاني اسمه رابيد، هو سبيلنج تري بس ايه رابيد. تمام؟ بالمناسبه صحيح عشان ما انساش، الاسئله لما بتجيلكم في الدولي كتير قوي بيكلمك اصلا يجيب لك اسم البروتوكول بس بالاي تريبل اي ستاندرد. تمام؟ يعني على سبيل المثال ال STP الاصلي اللي هو الكومن سبيلنج تري بروتوكول ال اي تريبل اي بتاعه 802.1D. تمام؟ ال RSTP الفيرجن بتاعه او الاي تريبل اي بتاعه 802.1W. تمام؟ في كمان بروتوكول اللي هو الاسر تشانل لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول، افتكرت بس دلوقتي ان انا نسيت اقول لكم التريبل اي ستاندرد بتاعه، الاي تريبل اي ستاندرد بتاعه. تمام؟ 802.3X او دي، ده كان الاول 802.3D وحاليا بقى 802.1X. كان الاول 802.3D وبعد كده ايه اكس اي دي اسفل اكس. واضحه؟ تمام. ندخل تاني بقى في الموضوع بتاعنا اللي هو الرابيد سبانينج تري بروتوكول. لو انا هتكلم على الكومن سبانينج تري بروتوكول، الانترفيسز بتاعتي حالتها ممكن تبقى ايه؟ ممكن تكون الانترفيس حالته بلوكينج، بعد كده يدخل في مرحله الليسننج، بعد كده يدخل في مرحله الليرننج، بعد كده يدخل في مرحله الفورورد. صح؟ ده بالنسبه للاس تي بي. طب بالنسبه للرابيد سبانينج تري بروتوكول، قال لك ما عنديش حاجه اسمها بلوك ولا ليسن، دمجوا الاثنين مع بعض في مرحله اسمها او حاله اسمها ديسكورد. في حاله اسمها ايه؟ ديسكورد. بعد كده ليرنينج عادي، بعد كده فورورد. يبقى معنى كده اول حاجه ان هو وفر كام ثانيه؟ مش الليسننج كان بيقعد فيه 15 ثانيه؟ وفر ايه؟ ال 15 ثانيه بتوع الليسننج. ما هو دمج الليسننج والبلوكينج فين يا شباب؟ في الديسكورد. تمام؟ دي اول توفير عندي. تاني توفير، الليرنينج هنا كان بيبقى قيمته قد ايه؟ 15 ثانيه. الليرنينج هنا قيمته ثانيتين. الليرنينج هنا كنتوا كام يا شباب؟ ثانيتين. يبقى تاني اسرع ولا لا؟ طيب حاجه كمان، الماكسيمم ايج، الماكسيمم ايج، الماكسيمم ايج فوق هنا في الكومن سبانينج تري بروتوكول كان كنتوا كام؟ 20 ثانيه. هنا 6 ثواني، 3 تايمز الهيلو، 3 تايمز ايه؟ الهيلو. ايه رايكم؟ البروتوكول كده اسرع بكتير ولا لا؟ مش بس عشان التايمز. قال لك هنا اساسا في الكومن سبانينج تري بروتوكول مين اللي كان بيبعت عندي الهيلو؟ الروت سويتش بس، والباقي بيمررها. صح؟ انما في الرابيد سبانينج تري بروتوكول كلهم بيبعتوا بي بي ديو، كلهم بيبعتوا ايه؟ بي بي ديو. يعني ايه؟ تعالوا نشوف بقى السيناريو كده ات كونفرجنس ايه اللي هيحصل في بروتوكول الار اس تي بي. هفترض ان انا عندي هنا مجموعه من السويتشات وهنا بي سي، كل دول متوصلين ببعض. ده سويتش 1، سويتش 2، 3، 4، 5، وده بي سي زي ما اتفقنا. تمام؟ وهفترض ان سويتش 1 ده هو ده الروت سويتش بتاعي. جيت بعد كده انا وصلت لينك ما بين الانترفيس ده على سويتش 1 والانترفيس اللي على سويتش 2، كده حصل عندي تغيير ولا لا؟ لو انا دلوقتي بتكلم عن بروتوكول ال STP الاصلي، كان ايه اللي هيحصل؟ هلعب في 30 ثانيه عشان اوصل للكونفرجنس. يعني الانترفيس ده والانترفيس ده هيقعد مثلا 15 ثانيه ليسننج، 15 ثانيه ليرننج عشان يوصل لمرحله الفورورد. ده لو انا بتكلم عن الكومن سبانينج تري. لكن لو انا بتكلم دلوقتي عن الرابيد سبانينج تري، قال لك اول ما بوصل للينك ده حصل عندي تغيير، على طول السويتش 1 هيبعت بروبوزل. بروبوزل لمين؟
السويتش 2، يقول له بقول لك ايه سويتش 2، الانترفيس اللي عندي انا عايزه اخليه ديزيجنيتد، ايه رايك؟ تمام. سويتش 2 على طول يروح عامل سينك. سينك يعني ايه؟ يعني يروح موقع التو انترفيسز دول لوجيكالي داون، يحطهم يعني في حاله البلوك، يحطهم ايه في حاله البلوك. وبعد كده يروح باعت للروت سويتش ده اجريمنت، يبعت له ايه اجريمنت، يقول له ماشي اوكي انا هخلي الانترفيس اللي كونكتد بيك ده في حاله الروت طالما انت اللي قصادي في حاله الديزيجنيتد. تمام. وبعد كده يبدا ان هو يفتح الانترفيسز دي عشان يبعت عن طريقها بروبوزال لمين؟ لسويتش 3، ويبعت بروبوزال لمين؟ سويتش 5، يقول لهم استخدموني عشان توصلوا لسويتش 1. تمام. امسكوا ده الاول. سويتش 3 اول ما يستلم البروبوزال هيعمل سينك، يعني هيروح موقع الانترفيس ده في حاله البلوك ويبعت اجريمنت يقول له ماشي اوكي انا هستخدمك عشان اوصل لسويتش 1. تمام. وبعد كده يبعت بروبوزال لمين؟ سويتش 4، يقول لي ايه رايك استخدمني عشان توصل لسويتش 1. سويتش 4 هيقول له لا معلش انا عندي طريق افضل، انا بوصل لرول سويتش بطريق الكوست بتاعته افضل من الكوست اللي انت بتعرضه عليا. فيستقر الحال على كده ان الانترفيس ده فعلا اتحول لايه؟ لبلوك. طب امسكوا لي ده بقى. سويتش 2 قلنا هيعمل سينك، يعني هيقفل الانترفيس ده ويبعت بروبوزال لسويتش 5. سويتش 5 هيقول له ايه استخدمني عشان توصل لسويتش 1، فيقول له خلاص خلاص اوكي، فيبعت له اجريمنت عشان يقدر يوصل للروت سويتش. هيبعت هنا بقى ويعمل هنا سينك؟ لا. ليه؟ لان البورت ده مش موصله بي بي سي، البورت ده موصله بايه؟ البورت ده اسفه مش موصله بسويتش، البورت ده موصله بي بي سي، وعشان كده هيسيب البورت ده في حاله فورورد عادي. تمام. العمليه دي انا وصلت اهو للكونفرجنس، ان في الاخر عندي بورت واحد بس هو اللي بقى بلوك. العمليه دي هتاخد قد ايه؟ اولموست من نو ل 2 سكندز في النو تايم، او ماكسيمم 2 سكندز، او ماكسيمم كام؟ 2 سكندز. في مشاكل لغايه دلوقتي؟ تمام. تعالوا نشوف شويه فروقات كمان. بالنسبه للكومون سبيننج تري بروتوكول، حالات الانترفيسز ممكن تبقى ايه؟ طبعا طبعا ديسيبل، قلت لكم انا بالنسبه لي مش بعتبرها حاله من حالات السبيننج تري. تمام. يبقى الحالات بتاعتي بلوك، او اسفه مش بتكلم على حاله اسفه، انا بتكلم على الرولز بتاعه الانترفيسز. تمام. الرولز بتاعه الانترفيسز ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون ديزيجنيتد، ممكن يكون روت بورت، صح؟ ده بالنسبه للكومن سبيننج تري بروتوكول. طب بالنسبه للار اس تي بي، قال لك انا عندي ديزيجنيتد وعندي روت بنفس الاليكشن اللي احنا مشينا عليه قبل كده، نفس الخطوات بالظبط، وظهر عندي كمان اثنين انترفيس رول. تمام. او بورت رول، واحد اسمه الترنت والتاني اسمه باك اب. تمام. قدام باذن الله هنبدا ان احنا ناخد اساسا بعض الفيتشرز اللي تحسن عندي البرفورمانس بتاع بروتوكول السبيننج تري او البي في اس تي، لان خدوا بالكم انا عندي مشكله في البي في اس تي برده، ان هو بيتعامل بنفس التايمرز بتاعت السبيننج تري الاصلي، فلازال التايمرز بتاعته مرعبه، انا هوصل للكونفرجنس بعد وقت طويل، صح؟ فبداوا يدخلوا فيتشرز جواه بتحسن عندي الاداء بتاع بروتوكول السبيننج تري، زي مثلا هندرس مع بعض حاجه اسمها ابلينك فاست باك بون فاست. تمام. الابلينك فاست والباك بون فاست بالنسبه لبروتوكول الار اس تي بي مش محتاجه ان انا اعمل لهم كونفيجريشن، لان هم المقابلين اساسا للاثنين بورت دول، فلما نفهمهم باذن الله في لاب هقول لكم ساعتها ده المقابل في الار اس تي بي لكذا وده المقابل في الار اس تي بي لكذا. المهم عندي تاني ان ظهر عندي اثنين بورت رول في حاله الار اس تي بي، واحد اسمه الترنت واحد اسمه باك اب، دول مقابلين لفيتشرز كانت موجوده في الكومن سبيننج تري بروتوكول، واحد اسمه ابلينك فاست والتاني اسمه باك بون فاست، بس دول انا اللي بايدي لازم اعمل لهم كونفيجريشن في الكومن سبيننج تري عشان اسرع الشبكه بتاعتي، انما هنا مش محتاجه اعمل لهم كونفيجريشن، هم انيبلد باي ديفولت. هم ايه؟ انيبلد باي ديفولت. تمام؟ طيب يبقى عندي هنا الترنت وعندي باك اب. تعالوا نعمل لاب بسيط جدا جدا بقى كده، نفس اللاب اللي احنا كنا شغالين عليه، انا بس عملت شوت داون للانترفيسز بس مش اكتر، او اسفل شوت داون للتو سويتشز وشغلته تاني عشان بس ايه كل الكونفيجريشن اللي عندي تتمسح. تمام.
لو انا جيت هنا قلت له شو سبيننج تري انتر، انا على الديفولت لسه ما عملتش اي حاجه على السويتش ده خالص. قال لي اساسا ان السويتش ده الديفولت بتاعه ايه، ان هو شغال ببروتوكول ار اس تي بي. وللدقه سيسكو مش بتعمل سبورت للار اس تي بي، سيسكو بتعمل سبورت لفيرجن من الار اس تي بي اسمه رابيد سبان بي في اس تي. يعني هو رابيد سريع وفي نفس الوقت برفيلان وفي نفس الوقت بلس، بيسبورت لكل فيلان يكون ليها كالكوليشن خاص بيها، وفي نفس الوقت بلس يعني بيسبورت بروتوكولات اي اس ال ودوت 1 كيو. تمام؟ فلما اجي هنا اقول له شو سبيننج تري وقال لي ان البروتوكول اللي انا شغال عليه ار اس تي بي، المقصود بيه رابيد بي في اس تي بلس، ده المقصود بيه، لان الار اس تي بي الاصلي كده لا سيسكو مش بتعمل له سبورت، ده اساسا بروتوكول ستاندرد. ده اساسا ايه؟ ستاندرد، لان في عندي بعض البروتوكولات الستاندرد وبعض البروتوكولات بتاعت سيسكو. لما نخلصهم كلهم هنراجع عليهم تاني واقول لكم ده بتاع سيسكو لكن ده الستاندرد. تمام؟ طيب الديفولت بقى قال لك على اغلب السويتشات بتاع سيسكو الديفولت بي في اس تي. الديفولت ايه؟ بي في اس تي. لكن الموديل ده على سبيل المثال والموديلات الجديده الحديثه الحاجه المحترمه قوي بقى الديفولت بتاعه ار اس تي بي. تمام؟ طيب انا هرجع بس تاني كده، هاجي هنا اقول له سبيننج تري المود اللي انا هشتغل عليه بي في اس تي على الاثنين، عشان بس اوريكم دلوقتي الفرق ما بين البي في اس تي في الكونفرجنس والار اس تي بي. طبعا لو انا قلت له دلوقتي المود اللي انا شغال عليه بي في اس تي، لو قلت له شو سبيننج تري بالنسبه لفيلان واحد، تمام؟ قال لي ذيس بريتش از ذا روت، التو انترفيسز اللي عليه دلوقتي في حاله مين؟ ليسننج 15 ثانيه ليسننج، دلوقتي ليرننج 15 ثانيه ليرننج، صح؟ يا مسهل لسه ليرننج. بعد ما يخلص ال 15 ثانيه بتوع الليرننج هلاقي نفسي اتحولت لايه؟ لفورورد. يبقى لو حصل عندي دلوقتي مثلا في التوبولوجي ده، ناخد كده التوبولوجي ده، في التوبولوجي ده لو انا جيت مثلا هنا، احنا عارفين ان ده دلوقتي ديزيجنيتد، ده ديزيجنيتد اللي قصادي اللي فوق روت لان اللي قصاده هو الاقل واللي تحت بلوك. لو انا جيت دلوقتي على الانترفيس اللي هو الروت ده عملت له شوت داون، هلاقي ان اللي تحت ده هيقعد قد ايه عشان يوصل لكونفرجنس؟ 30. هيوصل بعد قد ايه؟ 30. تمام؟ تعالوا نتاكد. لو جيت هنا دلوقتي على اس 0 على 3 انترفيس اس 0 على 3 وقلت له شوت داون شو سبيننج تري اس 0 على 3 اختفى، ده دلوقتي في حاله الليسننج اس 0 على 2 اللي تحت ده. تمام؟ طيب دلوقتي لسه ليسننج ليرننج ليرننج اخيرا بقى ايه؟ فورورد. طيب تعالوا انزل تاني تحت الانترفيس اس 0 اوفر 3 واقول له نو شوت داون شو سبيننج تري، رجعت تاني ان اس 0 على 2 هو اللي بقى بلوك، وده برضه لسه بلعب في كام؟ في 30 ثانيه. اخدتوا بالكم ان الكونفرجنس بتاعي سخيف جدا، صح؟ تعالوا بقى نشغل بروتوكول مين؟ الار اس تي بي. بروتوكول مين؟ الار اس تي بي. هاجي على السويتش ده جاست ان انا هنا هاجي هنا اقول له سبيننج تري المود اللي انا هشتغل عليه. انا قلت لكم تاني في عندي البي بي اس تي ده ديفولت على اغلب السويتشات وما اسموش ار اس تي بي، اسمه ايه؟ رابيد بي بي اس تي وللدقه بلس. تمام؟ طب افرض دلوقتي ان انا شغلت هنا البروتوكول رابيد بي بي اس تي واللي قصاده اس تي بي، ده ساعتها اللي شغال رابيد هيرول باك كانه شغال اس تي بي عشان يقدروا يتعاملوا مع بعض. تمام؟ وهيرول باك على التايمر اللي السويتش اللي شغال اس تي بي اصلي يقدر يفهمها. تمام؟ عشان كده عشان اقدر ان انا استفيد من البنفيتس بتاعت الرابيد اس تي بي لازم ان انا اشغله على التو سويتش، لازم اشغله على مين؟ التو سويتش. تمام؟ لو جيت هنا كده قلت له شو سبيننج تري، قلت لكم دلوقتي هو كده شغال ايه؟ ار اس تي بي، ذا سويتش از ذا روت، التو انترفيسز اللي عندي في حاله الديزجنيتد، والطرف الثاني لو قلت له دلوقتي
شو سبانينج تري، لقيت دلوقتي فعلا واحد عندي روت والتاني الترنت، صح؟ الترنت اللي هو ايه؟ بلوك. واضحه؟ ده مقابل زي ما قلت لكم لحاجه اسمها ابلينك فاست، لسه هناخد الابلينك فاست قدام ان شاء الله مش تقلقوا، تمام؟ طيب لو انا جيت دلوقتي هنا كده تحت الانترفيس، مين اللي قايم دلوقتي؟ راح فين؟ اللي هو اسر 0 على 3 صح؟ اسر 0 على 3 هقول له شوت داون، وهكتب الامر بتاع شو سبانينج تري بسرعه جدا على قد ما اقدر، تمام؟ لقيت دلوقتي اسر 0 اوفر 3 اختفى، وده مش ده اللي كان بلوك؟ اتحول لايه؟ فورورد اولموست في النو تايم. اولموست ايه؟ في النو تايم. في اي مشاكل؟ تمام. بروتوكول الار اس تي بي ما بيشتغلش كويس في البيئه الشيرد. طبعا انا قايله لكم هو دلوقتي شغال بس جاست، لان احنا شغالين ايه؟ اي او يو، حاجه انفيرومنت بس، ليرنينج انفيرومنت، تمام؟ لكن المفترض ان هو مش بيشتغل بكفاءه كويسه في حاله الشيرد. ايه الفرق ما بين بوينت تو بوينت وشيرد؟ قلنا تاني بوينت تو بوينت معناها ان تو سويتشز بتوعي كونكتد ايه؟ فول دوبلكس. ان تو سويتشز بتوعي كونكتد ايه يا شباب؟ فول دوبلكس. لكن شيرد معناه ان تو سويتشز بتوعي كونكتد هاف دوبلكس، او السويتش كونكتد بهاب. ما هو الهاب اساسا بيعمل لي مشاكل لو هو اصلا في سويتش انفايرمنت ومش بيشتغل بكفاءه كويسه مع بروتوكول الار اس تي بي، تمام؟ طيب لاي سبب بقى من الاسباب وقعت ايه؟ شيرد، تمام؟ لاي سبب دلوقتي من الاسباب البورت ده نو شيرد، بس رغم كده انا عايز اشغل عليه بروتوكول الار اس تي بي، اتصرف ازاي؟ مفيش مشكله، تعالوا نعملها على السويتش اللي قصادي على اساس ان في واحد فعلا انا عملت له شوت داون اللي هو على 3. ماشي، هنزل دلوقتي تحت الانترفيس اسر 0 على 2 لان هو ده دلوقتي اللي قايم عندي، تمام؟ واقول له هنا سبانينج تري بالنسبه لللينك تايب بتاعي، انت عايزه اللينك يكون ايه؟ بوينت تو بوينت ولا شيرد؟ رغم ان هو في الواقع شيرد، بس انا صراحه كده هقول له لا، انا عايزه اتعامل معاه كانه بوينت تو بوينت، كانه يا شباب بوينت تو بوينت. لو قلت له دلوقتي شو سبانينج تري، قال لي ان هو فعلا دلوقتي بقى بوينت تو بوينت، بقى ايه؟ بوينت تو بوينت. واضحه؟ طيب كان في ناس تقول لي امال التايمر دي ايه؟ التايمر دي مش هي اللي شغال عليها، هو جاست محطوطه كده عشان لو هو هيتعامل مع بروتوكول الاس تي بي الاصلي. ما انا قلت لكم لو انا عندي تو سويتشز، واحد شغال ار اس تي بي واللي قصاده شغال اس تي بي القديم كومن سبانينج تري، هيرول باك على التايمر سيتي، فظهر هنا بس عشان بيقول لي يعني ان دي التايمرز اللي هيرول باك عليها لو اشتغل مع كومن سبانينج تري بروتوكول. في اي مشاكل في الجزء ده؟